من جدد تحياتنا الصباحية لكم أصدقائنا المشاهدين وما كنتوا عم ترافقونا بلبنان وخارج لبنان. وخارج لبنان قلنا تحية أساسية للأسيس الدكتور إدغار ترابولسي اللي إن كان بلبنان بيكون ضيفنا وإن كان خارج لبنان متواصل معه عبر الأسير كمان عبر تطبيق زوم ليكون معنا ونحكي بمواضيع جدا مهمة. منفوت بعمق المواضيع، منفندها، منحدد خصائصها ومنحكي عنها. وحلو كتير اليوم الموضوع يا أسيس، لأنه موضوع بفتكر مرق مع كل إنسان، الوفاء والخيانة. أكيد بحياته الواحد في ناس أوفياء وأكيد بحياته في ناس خائنين، ولكن السؤال موقف الإنسان الشريف من كل منهما. الأسيس مرحبا واشتقنا لك، وخلص من طالب ترجع لنا على لبنان. بإذن الله، بإذن الله اشتقت لكم، وإن شاء الله السبت القادم بنكون بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك أسيس. اليوم حضرتك طرحت الوفاء والخيانة، وبدنا نعرف الإنسان الشريف كيف يتعامل مع هالمصطلحين يلي بيمتوا له أمور كثيرة وبيخلوه يعرف أشياء كثيرة حتى ينصدم من بعض الأشخاص بالحياة. ولكن بداية خلينا نعرف شو يعني الوفاء وشو يعني الخيانة لنفوت بالموضوع. بالحقيقة الموضوع بيعني لي كثيرا، لأنه موضوع الوفاء بيعني لنا وبدنا نحذر الخونة، ودائما في خيانات في الحياة. وأنا عم بحضر قلت خليني أروح للقاموس، خليني أشوف. أنا بشجع الأصدقاء يحطوا ما معنى الوفاء أونلاين. نعم. يطلع له أشياء مثل ابن منظور يقول أن الوفاء هو الخلق الشريف العالي الرفيع. القاموس بيقول الوفاء هو المحافظة على العهد والالتزام به، إنه الإخلاص والاعتراف بالجميل، الأمانة، ثبات، المحافظة على العهد ضد الغدر. ويحكى كمان عن وفاء الأوفياء في الوعد والعهد والعقد. واللغة العربية والتاريخ العربي بيعطي كثير أمثلة عن الوفاء. وفاء شغلة بغاية الأهمية بتجعل الإنسان شريف، والخيانة بتجعل منه نذل. فنتمنى أنه نحن نعالج الموضوع وننمي بحياتنا الوفاء. طيب أسيس، بيخلق الإنسان والوفاء معه ولا بيكتسب هيدا الوفاء من خلال حياته، من خلال علاقاته، من خلال نضوجه بيقدر يميز من هو الإنسان الوفي؟ أو يمكن في ناس هن بيخلقوا بالفطرة أوفياء؟ هيدا نقاش بالحقيقة ممكن يصير حوله اصطفافات. إذا مثلا إنسان خلق ببيت الخيانة عنوانه، فبيطلع بيفكر الخيانة مبدأ. إذا خلق ببيت الوفاء عنوانه، بيطلع كتير حذر إنه ما يكون وفي ويخون، فبيتعلم الوفاء. لكن هل ممكن إذا واحد خلق ببيت في خيانة يطلع وفي، وإذا خلق ببيت في وفاء يطلع كائن؟ كله ممكن. الإجابة صعبة، بس أنا بقول إنه الله يلي هو عنوان الوفاء خلق الإنسان على صورته، الإنسان بيخلق عنده وفاء لحد ما يبلش يختبر الخيانة. وهيدي تجربة وهيدي شر، مثل لما آدم وحواء اختبروا خيانة ربنا. نعم. فبتبلش الخيانة تتسلل لحياة الإنسان، بعدين يا بيعتبرها منهج يا بيرفضها. فالوفاء بيخلق مع الإنسان إلى أن يفسد الإنسان. هلأ بكل الأحوال بيخلق معنا نتعلمه مش مهم. خلينا ننتبه أنه هل بدنا نكون أوفياء بالحياة أم بدنا نكون خوني؟ هذا قرار واحد بياخده لحياته، لقدميه، لسلوكه، لقلبه. فهذا خيار الإنسان بيعمله، بيجعل منه شريف أو خاون، أمين وفي أم خاون. نعم أسيس، هل الوفاء هو فقط للأشخاص ولا فينا هون نحكي عن وفاء للأوطان، وفاء إذا بدك لعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا، وفاء لأعمالنا، ولا هو فقط نحن بنقول وفاء لهالشخص المقابل يلي عم بيشاركني مسيرة الحياة؟ بالحقيقة بيسوى يكون الوفاء لفكرة، لعقيدة، لمبدأ، لعمل، لواجب.
لشخص، لجماعة، لحزب، لوطن، لدولة، الوفاء وفاء. ما بيقدر واحد يكون وفي لوطنه ومثلا هو بيسرق صندوق الشركة. ما بيقدر واحد يدعي انه هو وفي لزوجته وهو بس بيخون وطنه. يعني الوفاء الوفاء ما بيتجزا اسيس، يا الواحد وفي بكل شيء يا ما بيكون وفي. تماما تماما، الوفاء هي علامه بحياه الانسان، والانسان الوفي هو وفي دائما، والانسان اللي بيكون بالقليل بيكون بالكثير. المسيح قال امين في القليل امين في الكثير، وعكسها نفس الشيء. فانا بقول الوفاء عنوان، الوفاء نهج، الوفاء شخصيه، كاركتر انسان. والوفاء ما بيتزعزع مهما كانت الظروف والتحديات وبعد المسافات وبعد الازمنه. تطمني فلان وفي، ان شفتيه ولا ما شفتيه. في ناس وحب يضلوا محاوطهم تيضلوا اوفيا، اذا التهى بشيء ثاني بخنوه، او اذا غمض عينيه عنهم بخنوه. فالوفي يقدر كثيرا، والوفي الوفي هو انسان نزيه وانسان مستقيم وانسان كامل وانسان امين، عنده كل الصفات الاخرى. المن وفي عنده ايضا كل الصفات الاخرى السيئه. بس تعرف يا اسيس، للاسف الشديد دارج كثير بيومنا هيدا تكون مش وفي، لانه اذا بدك الوفي ممكن يتعرض للتنمر ويضحكوا عليه انه حرام، ليه كيف بعده بفكر شو ديمو دي صار، انه اذا وفي صار هو انسان انه حرام، ليك وين بعده. بس لازم تكون القصه بالقلب. بالحقيقه السراء الخاين قليل الجميل هو اللي لازم يتعرض للتنمر. هلا نحن مش مع التنمر، بس لا، ما حدا يستحب وفائه، لازم يستحي على طوله اللي هو مش وفي. 100%. فينا نحكي عن وفاء تام بالخدمة والعمل؟ في الإنسان يكون وفي تام لعمله لخدمته بهالعمل، مهما كان فيها العمل إذا بدك من نواقص، من أمور بتحز بداخل الإنسان بقلب الإنسان، يعني حتى أنا لو عملي منه كفيني منه شفيني، ما في كل الأمور يلي أنا بطمح فيها، لازم كون وفية إلى آخر حد بهذا العمل وأخدمه على آخر رمق مثل ما بيقولوا. في شيء واحد بيلاحظه عم بيراقب سلوكيات الموظفين، اذا واحد بيشتغل باداره الموارد البشريه بيشوف قديش بيضيعوا وقت. فمثلا هلا انا بامريكا عندي اصدقاء بلشوا يشتغلوا فروم هوم من وقت الكوفيد، اكتشفوا انه الشغل من البيت بيعطي انتاجيه اعلى للبعض، وفي البعض بيتكسلن وبيصير متراخي في عمله، فضاعوا. إذا الشغل من البيت أحسن ولا لا؟ طب بتروح على الشغل من المكاتب بتلاقيهم بيضيعوا وقت، بيشربوا قهوة، بيعملوا زيارات، بيقروا جرايد. هيدي نحن كان موضوع نكتة عندنا بلبنان عن الموظفين أو بعض الموظفين. فلازم الإنسان، بطرس الرسول بيقول الواحد بالشغل يكون كأنه عم بيخدم الله، فهو رب عمله هو الله، والله يراه ويحاسبه. بده يكون دقيق في شغله الإنسان. إنتاجية الوقت 8 ساعات عمل 8 ساعات عمل، إنتاجية عالية، كأنه عم يشتغل لربه، لإله لربه مش لرب عمله. بدي أخذ نموذج موسى، كليم الله في العهد القديم. موسى كان أمينا في كل بيته كخادم، كان يشتغل عند فرعون كان أمين. بولس الرسول قال بشكر الله اللي حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. شوف العالم الديني، في ناس مش أمنا. بولس الرسول كان آخذ شغله لله، إنه هو بده يكون أمين يوفي ربنا. الوكلاء لازم يكونوا أمناء بيقول الإنجيل المقدس. فنحن موكلين على أشغال بين إيدينا، أعمال مهما كانت الصنعة والمهنة والوظيفة والدور، لازم الإنسان يكون أمين. ما بيقدر الإنسان يحافظ على شرف بحياته إلا ما يكون شريف بعمله، والشرف مرتبط بالأمانة. ما بيقدر يمثل إنه شريف، ما بيقدر يدعي إنه أمين. بده يكون أمين على المهمة المطلوبة منه، بيقوم فيها على أفضل وقت، دون تضييع وقت، دون هدر، دون سرقة، دون استهتار، دون تسريب معلومات. أحيانا بيكون واحد بشركة بيروح بيسرب
معلومات الشركه للخصم التجاري او الخصم الصناعي، بتلاقي في ضروبه بتنعمل، تيجي بتقول له ليه عملت هيك؟ بشارعك، ما بيقبل انه يتحاسب. فنحن نحتاج المنطقه من عالمنا فيها كثير فساد في العمل والوظائف. في نعم. بلدان انشهرت بالامانه، في بلدان انشهرت بالفساد. نحن من اللي عندنا شيء من هذا القبيل، فلازم الانسان يكون نبيل في عمله، شريف في عمله، امين، وينشهر بالوفاء للمصلحه، للمهنه، للي عم يشتغل عنده وللي عم يشتغله، للزبون. لازم نحن ما نطلع على الزبون قديش فينا نلطش منه باقل وقت وباكثر ربح، او باقل جوده وباكثر ربح. هيدي بغايه الاهميه، بتميز الانسان الوفي عن الانسان غير الوفي. أسيس يعني الوفاء هو علامة أو سمة اجتماعية، لأنه المجتمع إذا سات فيه أكثر أوفياء بيكون شيء، بتكون معطياته شيء تاني، وإذا المجتمع كان فيه كثير خيانات على كل الأصعدة ابتداء من الفرد انطلاقا إلى الجماعة، بتتغير معاليمه كله. يعني هو سمة اجتماعية. صحيح، هي سمة أفراد وسمة مجتمعات. في مجتمعات تقدس هيدا الوفاء وهالأمانة، في مجتمعات مستهترة بيصير راح يقول يسواني ما يسوى غيري، فبتلاقي في عدوى، في عدوى بالشرف والنبل. كان في عصور يمجدوا فيها النبلاء، وفي عصور، في أيام سيئة مظلمة فيها قلة أمانة على مستوى مجتمعي. وهون أنا بقول نحن عندنا انهيار، انهيار بالسياسة، انهيار بالاقتصاد، بس عم بيصير في انهيار بالاخلاق. صحيح. هو اساسا لو ما صار في انهيار بالاخلاق ما وصلنا للي وصلنا له. ففي استهتار لما ابتدأوا يروحوا للاخلاق النسبيه، كانوا يعلموا اثكس بالجامعات، بعدين صاروا يعلموا اخلاق نسبيه، كل واحد ينظر للقضيه من وجهه نظره، بطل في مسلمات اخلاقيه موروثه من الدين ومن الضمير الانساني العالمي العابر للأزمنة. صار كل واحد يعمل بده اياه، فبتلاقي المجتمع فرط، الأخلاق بالمجتمع فرطت، وبالتالي ما بقى في تمجيد للشرف والنبل والوفاء. صار الشاطر بشطارته، قد ما بتكون، عفوا على الكلمه، حربوق، قد ما بتكون ناجح اكثر والكل بهبوك. صحيح. السيس كمان بدنا ننتقل من هيدا الموضوع بتماس مباشر مع العلاقات الزوجيه، يعني كمان تكثر الخيانات الزوجيه بيومنا هيدا للاسف، وكل واحد ببررها حسب هو وجهه نظره. هيدا كمان قد ايه باعث اذا بدك بتفلت اجتماعي وبخيانه كبيره بعيد عن الوفاء، يلي هو نقطة موضوعنا يلي عم نحكي، ولا يقل الأوفياء بهيدا العالم نسبيا بإيابنا هيدا؟ الخلية الأساسية للمجتمع هي العائلة. العائلة عم تنضرب من كل الزوايا والتأثيرات. ما بدهم عائلة، بدهم كل انسان يفلت. بس نقول ما بدهم مين أسيس؟ بس نقول دائما انا بسمع هيدي الجملة انه ما بدهم عائلة، مين اللي ما بده عائلة يعني؟ في عقل شيطاني يعمل في الإعلام، في التربية، في السياسة، في الأخلاق. في عقل شيطاني موجه ضد العائلة. في عالم لا يؤمنون في العائلة، بيتهجموا على المؤسسة الزوجية. وبيقولوا انه الله ما رد للانسان يكون عنده مؤسسه زوجيه، او نحن ما بدنا مؤسسه زوجيه. انا كتبت بكتابي 60 عن مؤمن لا يؤمن، مؤمن بيؤمن بالله لا يؤمن بالمؤسسه الزوجيه. فاللي بحب يقرا المقاله انا مستعد ابعث له اياها، او ياخذ الكتاب يقراها. ففي ضرب مثلا هلا تفلت الجنسي من الستينات من القرن الماضي، الثوره الجنسيه، الهيبيز، الفلتان، الشبيبة، إلى آخره، انضربت الزواجات. هلأ اليوم بالقرن الـ21 بالسوشيال ميديا والإباحية القائمة، مرة من المرات كنا بعشاء وكان قاعد بالحقيقة رجل فاضل عضو محكمة مذهبية على يميني، وبتعرف بيقعدوا الناس على طاولة الأكل وتليفونات بيناتنا. فأنا سألته، قلت له شو أكثر سبب للطلاقات بهيدي الأيام؟ قام حط ايده على التليفون، قال لي هاي هالمكنه هاي. قلت له اف، شو يعني هالمكنه هاي؟ صح. قال لي شو بدي خبرك؟
يبقى ناسي صديقته بالمدرسة من 30 سنة، شوي بيكتشفها على الفيسبوك، بيرجع بيتراسل هو وياها، بيخون مرته والمرأة نفس الشيء. ف يعني اللي عم بيصير رهيب بموضوع الزواجات، ما بقى في وفا، في العالم لاحقة شهوتها لا تغزيني مثل الحيوانات، ما في الارتباط الزوجي المرتبط ومغلف وممكن ومحكم بالأمانة الزوجية. بيحكي الكتاب المقدس إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة، في زواغان بيزيحوا عن الأمانة. بيطلب من النساء أن يكن أمينات في كل شيء، بيطلب من الرجال، بيحذر الرجال، بيقول له الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك، فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. الكتاب المقدس كثير بيعلم عن الوفاء الزوجي، ما بدهم الكتاب المقدس ولا بدهم وفاء، وبدهم يغيروا علاقات وتبدل ما بقى معروف مين لمين، وصارت القصة كأنه الجسد هو مجرد آلة جنسية مش الإنسان وحدة متكاملة روح ونفس وجسد، ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. طيب أسيس، تفلت فظيع. الخيانة الزوجية صارت موضوع مفاخرة. أنا بخبروني الشباب والعالم، نحن عايشين بالمجتمع بالنادي الرياضي أو شيء، حتى صاروا كانوا النسوان يستحوا يحكوا بالموضوع، صاروا يتفاخروا. الرجال من زمان بيتفاخروا، هذا أمر معيب، ولكن اللي عم بينضرب فيه هو الكرامة الإنسانية. هذا الإنسان اللي عنده، اللي عايش الخيانة الزوجية، هو إنسان بلا نبل بلا شرف. هيدي أنا بدي أقولها، يعني معلش يأذنوا لنا الناس اللي بيعتبروا أنه هاي من مخلفات الدين الرجعي، خليهم يسمعوا هالكلام. الإنسان شريف عاد ما زواجه شريف ومحافظ على زواجه وعلى الأمان الزوجي. طيب أسيس، سؤال بدي أطلع فيه شوي برات الموضوع، وسؤال من قلب الموضوع، سؤال من داخل الموضوع. هل المعبر عن الوفا ومربى على الوفا بعائلته بيقوم بالخيانة الزوجية عن سابق تصور وتصميم؟ والشيء الثاني من السؤال يمكن بتظهر فيه شوي عن الموضوع، بس بحب أعرفه، هل يغفر الله الخيانة إذا كان عن جد من قلب صادق وصدوق وعم بيوجه، هل هرجى منه تيغفر له؟ بيغفر ربنا الخيانة؟ أكيد. أنا بدي أقول إنه ما حدا كبير على الخطية، لذلك لازم الإنسان دائما يطلب حماية النعمة الإلهية والعناية الإلهية، ويقول له للرب يحفظه. الإنسان يجرب والإنسان ضعيف والإنسان يسقط، وفي احتمال إنه يسقط في الخيانة الزوجية، ومنشوف إنه هذا الأمر ممكن يحصل مع الكبير والصغير. ما حدا قوي على الخطية إلا بربه. فإذا حصل وإنسان سقط، الكتاب بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، فحتى هي الخطية تغتفر. وإذا سقط الإنسان مرة مش معناتها صار خاون. الخاون هو عادته الخيانة. فواحد بيسقط بتوب، بيرجع بالندامة والتوبة للرب، الله بيقبله ويطلب من ربه يقوي له ويعزز له الوفاء بحياته والقداسة. كونوا قديسين كما أني أنا قدوس. نعم أسيس، خليني أخذك على مسار هو الوفاء في الصداقة. كمان بالصداقة يا بيكون في وفاء تام وكامل، يا بيكون في وفاء نسبي. يعني أنا هلأ صديق الأسيس ممكن يخدمني كم خدمة، فأنا هلأ بكون وفية لألو هالشهرين ثلاثة هالسنة سنتين لنشوف شو بده يصير. خدمني هالخدمة بضل وفية، ما خدمني بنتقل لشخص آخر. يعني في صداقة مؤقتة وفيها وفاء، وفي وفاء عام وشامل لهالشخص. كيف بتشوف الجهتين؟ في صداقة بالحقيقة مصلحية. ايه يعني طالما الإنسان مصلحته بشخص أو عند شخص، أوه بتلاقيه ببخر بحمده وبيحمل له سيفه، بيحمل له شنطته، وين ما راح بيحكي عنه بالمنيح. النهار ما بتعود مصلحته عنده بيخونه، بيبرم ظهره وبيمشي. وهيدي كثيرة بين الناس. فالواحد بيصير يسأل حاله، أنا كنت مخدوع؟ يمكن يوصل لمحل يقول كيف تحكي علي فلان؟ فبتلاقي في عالم بيتركوك بحيرة من أمرك، أنت وثقت فيهم، بنيتي صداقة، طلعت صداقتهم مصلحية. هولي من أصناف
يا هو ذا الاسخريوطي، يا هو ذا الاسخريوطي كان صديق المسيح، كان صديق للمسيح. المسيح قال لهم لا ادعوكم بعد عبيدا بل احباء، المقصود فيها اصدقاء. انا تعلمت وحده من الايات اللي حفظتها باكرا بحياتي بالكتاب المقدس، كثير حلوه، بحب الاصدقاء المشاهدين يحفظوها، بتقول لا تترك صديقك وصديق ابيك. لا تترك صديقك وصديق ابيك، هيدي ايه، ايه بالكتاب المقدس. ما تترك صديقك، مش بوقت الضيقه بيترك، بتتركه وقت ضيقته، وقت مصلحتك بتلحقه. ما بتترك صديقك، الصداقه هي اخوه مش من نفس البي ولا من نفس الام، هي اخوه الروح. ومش بس لا تترك صديقك، لا تترك صديق ابيك. انا بعدني لليوم اذا بشوف حدا من اصدقاء بي اللي بعدهم عايشين كاني شفت بي. لا تترك صديقك وصديق ابيك، عم بيعلمه لابنه سليمان الحكيم انتبه على وفاء الصداقه. هيدي كثير مهمه، بتشوفي فيه بالكتاب المقدس اصدقاء يوناثان وداوود، الصديق يحب في كل وقت. الكتاب المقدس بيعلمنا انه يوجد محب الزق من الاخ. المكثر الاصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب الزق من الاخ. احيانا نحن بنخدع من كثر الاصحاب، بيكونوا مجرد رفقه، بتكون مجرد رفقه مؤقته. اما الصديق، الصديق هو صديق لصيق فيك كحيك. صحيح، كحيك. نعم. أسيس، جرح الخيانة بين الأصدقاء وبين الأزواج، هل الإنسان بيقدر يشفى منه؟ لأن مثل ما قلنا هيدا جرح، دايما بنقول نحن جرح الكلمة بطيب، ولكن جرح الخيانة عمره ما بطيب، بدك ضل تفكر فيه أنه هل الإنسان خاني، إن كان بالصداقة أو إن كان بالعلاقات الزوجية. هل الإنسان فيه بطريقة معينة أو بالتقرب أكثر من ربه أو بالمسامحة يشفى من هالجرح يلي بيترك أثره؟ جرح الخيانة كثير عميق، كثير عميق، لدرجة أنه المسيح حكي عنه بألم. يهوذا الإسخريوطي كان صديق المسيح، كان بالحلقة الأبيض، كان أمين الصندوق تبع الرسل، كان اللي نقال في أي بالمزامير نفكر عن المسيحية على الإسخريوطي، بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. عم بيحكي عن الإسخريوطي، كان رفيقه للمسيح، ولما نخانه وكان حاطط بقلبه يطلع ويسلمه ويبيعه لليهود، كان عم بغمس معه بالصحن بالعشاء الأخير يلي المسيح عمل فيه العشاء الرباني. هيدا كان عشاء، فسألوا مين اللي بده يخونك؟ قال لهم في واحد رح بيخوني، مين بده يخونك؟ قال لهم الذي يغمس يده معي في الصحبة هو يسلمني. أيش كان متألم المسيح، كان متألم المسيح. بيسألوا يهوذا الإسخريوطي هل أنا هو يا سيدي؟ قال له أنت قلت. ومع هيدا أحمل حاله وطلع. المسيح كان متألم جدا، ومنشان هيك ذكر الكتاب وحطه. وللأسف راح الإسخريوطي وجابهم وإجا على البستان بعد ما خلصوا العشاء، طلعوا على بستان جسيماني إلى آخره، إجا وغمروا للمسيح وباسوا. يعني كمان كان متقدم، كان متقدم العسكر اللي جايين يلقوا القبض على المسيح. نقرأ فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ شوف هيدا أثبت بالمسيح، هيدا الجرح عميق. صح، بالصلوات المسيحية بيصلي المؤمن أو وقت المناولة تتكرر أنه ما تخليني يكون مثل الإسخريوطي اللي بيسلمك بقبلة غاشة. ايه، ونحن كمان قسيس بأيامنا العادية إذا حدا بيسنا وحسينا أنه عم بيبوسنا هيك مجرد أنه رفع عتب، بنقول له شو هيدي بوسة يهوذا؟ عن جد هي متداولة بين الكل، لأنه خلص صارت مثل. يعني في أكثر من أنه عم بياكل معك بالصحن وخانك، في أكثر من أنه أنت نقيته مميز بين الكل وخانك، يعني بعد في أكثر من هيك؟ هيدا جرح، جرح كثير بليغ. يمكن بيبرد الجرح بس ما بينتسى. شوفي مش بالضرورة يضل الجرح حامي حار، بيبرد
بس ما بينتسى. يمكن بتسامحي مين مكان، بس بالخيانة مش مطلوب نرجع نحطه للخائن في الأحضان. هلأ بدي أقول لك شيء، بدي أقول شيء شوي في جسارة، بدي أقول إنه صديقي ملحي مرياشي معالي الوزير اختلفت معه بيوم أيام على كتاب هو كتبه، يهوذا الإسخريوطي الخائن البار. فكان في خلاف، هيك خلاف فكري، قلت له هيدا ابن الهلاك اي بار. هلا مرقت الايام، بدي اعتذر منه لملحي مرياشي صديقي من الطفوله، انا اكتشفت انه طلع الاسخريوطي اشرف من كثيرين. من بعد ما خان المسيح جرب يصلح الوضع راح قال له راح ادلكم مصرياتكم اطلقوا، قالوا له لا، قام رمي المصاري وراح عاقب نفسه وشنق حاله، ضميره انبه. في ناس بخنوك اليوم بحطوا الحق عليك، بخنوك وبدهم يشنقوك اليك، بخنوك وبدهم يطعنوك، ما بيوصلوا لمحل ضميرهم يأنبون، بيطلع معهم حق من الحمرياشي انه يا هذا الاسخريوطي الخائن البار، بيطلع بهيدي معه حق. فانا بدي اقول انه جرح الخيانه خطير جدا. طيب خطير جدا. أسيس فمنشان هيك ما بقى عندي الكثير من الوقت. نفسه إلى أي خيانة. نعم، ما بقى عندي الكثير من الوقت، نقطتين بدي أعرفهم من حضرتك بطريقة سريعة. هل الوفاء يعتبر الوفاء ميزة أخلاقية أو يعتبر ميزة دينية؟ اثنين سوا. إيه. بس المدهش إنه في ناس بلا دين عندهم وفاء، وفي ناس عندهم دين بلا وفاء. وأكيد الإنسان المتدين مش معقول ما يكون امين، بس يا للاسف بتلاقي في ناس متدينين غير اوفياء. الانسان لازم يكون مثل الهه. الكتاب المقدس يقول انه الله الامين الوفي بالعهد والاحسان. بيقول الانجيل المقدس كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. فمش معقول واحد ما يكون عنده هالميزه الاخلاقيه ويدعي التدين. فعلى كل، اذا المستمع المشاهد الكريم مؤمن ولا مش مؤمن، اوعى ما يكون شريف، لازم يكون وفي اذا مؤمن ولا مش مؤمن. اما اذا مؤمن وما كان وفي شنيع للغايه. طيب. واذا كان ملحد ووفي اشرف من المؤمن غير الامين. اما الجذر واحد، مؤمن وامين، ايمان واماني من جذر واحد، ما بيصير انسان يكون مؤمن غير امين. طيب هل تصنف الخيانه السيس، سؤالي الاخير لحضرتك، بين الخطايا أو هي مجرد ضعف بشري، نزوة معينة، خطأ معين، أو تعتبر خطيئة قائمة بذاتها؟ شوفي أنا عملت مراجعة صغيرة على اللي بيسمون الخطايا المميتة، ما لقيت أنه حاطين الخيانة فيها، بس الخيانة خطية الخطايا المميتة. رئيس الملائكة عند ربنا خانه، صار اسمه الشيطان إبليس، رمى برا. نعم. الإسخريوطي خان المسيح. شو الخيانة؟ خطية خطيرة. إذا بنقرأ بالكتاب المقدس قال لما تمردوا وأحزنوا روح قدسه تحول الله لهم عدوا وهو حاربهم. فالخيانة نعم خطية، الخيانة عكس طبيعة الله. الله أمين حافظ العهد والإحسان. الإنسان لازم يكون أمين بكل حياته، لله وللناس وللقضية وللوطن وللمجتمع ولجاره وللضعيف. الأمانة لا تجزأ. نعم. الأسيس الدكتور إدغار طرابلسي، كنا مسرورين جدا بوجودك معنا حتى لو عبر تطبيق زوم. موعدنا بيتجدد الجمعة اللي جاي إذا الله راد، بتكون معنا مباشرة على الهواء. شكرا لك. شكرا على هيدا الموضوع، وترجع بالسلامة. ميرسي، أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم إذا الله راد لتمام الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، من بعد هالفسحة الإعلانية ونواصل.